ستلي وجمال، مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ عزة، مساء الخير على حضرتك وعلى جمهورك الكريم يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. اشاعات ما بتبطلش، لكن مهم جدا ان احنا برضو احنا كمان ما نبطلش ان احنا نكذب هذه الاشاعات. ست لواء جمال، الناس اللي معاها البطاقة الزرقاء اللي هي البطاقة القديمة التقليدية هيصرفوا معاشهم ولا لا؟ تمام، انا كنت دخلت مع حضرتك يمكن الاسبوع اللي فات. نعم. لما اعلنا احنا كان عندنا 6.5 مليون مواطن معاهم البطاقات الزرقاء، ونجحنا خلال السنة دي والسنة اللي فاتت ان احنا نحول 5.5 مليون مواطن الى وسيلة صرف اخرى بخلاف البطاقة الزرقاء. نعم. المتبقي عندنا حوالي 1.1 مليون، ويمكن في المداخلة اللي كانت مع حضرتك اوضحت ان في حوالي 260 الف من اصحاب هذه البطاقات البطاقة انتهت صلاحيتها. نعم. ده مش معناه ايقاف معاش. مهم قوي الكلام ده. في فرق كبير، في فرق كبير بين ان انا وقفت المعاش او ان الوسيله اللي في ايد المواطن اللي كان متعود انه يحط الكارت ده، يحط الكارت في المكنه تطلع فلوس، الكارت ده ما بقاش صالح. طب نعمل ايه علشان المواطن يصرف معاشه؟ تمام. اعلنا للناس ان ما حدش يقلق، ما حدش يضحك علينا ويقول دول وقفوا معاشات الناس. نعم. كل اللي عليه انه يتوجه لاقرب مكتب تامينات لمحل سكنه او اقرب فرع البنك الزراعي. نعم. وهو واقف هيتم تنشيط الكارت البطاقه الزرقاء بتاعته دي القديمه عشان يصرف، عشان يصرف معاه شهر 6، لان تمام. هو موجود بس ناقص ان الكارت يتنشط. نعم. وهنديله بطاقه ميزه مجانا عشان يصرف بيها المعاش اعتبارا من شهر 7 اللي جاي. الجديدة دي بقى هي ميزة ولا الجديدة دي اللي هي اتنشطت؟ الجديدة اللي يختاروا. احنا بالنسبة لنا موفرين كارت ميزة مجانا للي عايز يستخدمه. نعم. اللي مش عايز وعايز يفتح حساب في البنك يتفضل يطلع على البنك ويجيب لنا موافقة البنك على تحويل المعاش. نعم. اللي عايز يروح للبريد بيفتح حساب بريدي وبيجيب لي الحساب ده احول معاشه على الجهة اللي هو عايزها. نعم. عايز يحول معاشه على محفظة الكترونية على تليفونه المحمول يجيب لنا من شركة الاتصالات المعنية، بيجيب لي جواب من هناك انه فتح محفظة على الرقم ده احول. نعم. معاشه على تليفونه المحمول. مش عايز يعمل حاجة من الثلاثة دول ياخد كارت ميزة من عندي مجانا. تمام. ده